واحد بيقول لماذا لم تدخل قداستك من الوسط في ليلة عيد الميلاد المجيد وكذلك ليلة عيد القيامة في العام الماضي؟ أتبخل على عامة الشعب بحق رؤية قداستك إلى آخره؟ ونريدك أن تدخل في عيد القيامة القادم من الوسط. يا ابني مش مسائل بخل، ساعات بتكون صحتي أضعف من إن أنا أقدر أمشي المشوار الطويل ده من المقر لحد هنا، فأرجو إن كنتوا تضعوا هذا في اعتباركم ولا تظنوا السوء من ناحية بخل أو غير مخل، مسألة صحة لا أكثر ولا أقل.